السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم الرحمة والمغفرة والعفو والعافية. أسأل الله العظيم الذي ملأ كل شيء رحمة أن يشملكم برحمته، فإنه كتب على نفسه أنه هو الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل القبور، يا أهل القبور، أما خبر ما عندنا؟ الأموال قسمت، الأموال قسمت، والبيوت سكنت، والنساء نكحت. أموالكم قسمت والنساء نكحت والبيوت سكنت، البيوت سكنت. هذا خبر ما عندنا. بالله عليكم ما خبر ما عندكم؟ يا أهل القبور، الأموال قسمت، الأموال قسمت، والبيوت سكنت، والنساء نكحت. هذا خبر ما عندنا. ما خبر ما عندكم؟ فما خبر ما عندكم؟ بالله عليكم ما خبر ما عندكم؟ ما خبر ما عندكم؟ يا عبد الله، لو كان هؤلاء الأموات يستطيعوا أن يردوا عليك لقالوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدقت ورب الكعبة. اللهم إن لنا إخوانا وأحبابا رحلوا إليك وحلوا ضيوفا بين يديك، هذا أمرهم لا يخفى عليك. اللهم اجعلهم في قبورهم مطمئنين، ويوم قيام الأشهاد آمنين، وبجود رضوانك واثقين. يمن كتابنا وكتابهم، يسر حسابنا وحسابهم، ثقل موازين حسناتنا وحسناتهم، ثبت أقدامنا وأقدامهم يوم تزل الأقدام.